خليني اخذ بتهيألي يمكن المكالمة جاهزة. اهلا وسهلا الاخ جون من البحرين، اهلا وسهلا فيك انت معنا على الهواء. السلام ونعم يا ابونا. اهلا وسهلا حبيبي، اهلين اخ جون، انت اللي اتصلت الاسبوع الماضي. بالضبط صحيح. اهلين اهلين فيك حبيبي، تفضل. بالنسبة للمداخلة، كان اليوم مفروض احكي تجربتي مع الرب يسوع، بحكم يعني وقت انتمائي او تعرفت على الرب يسوع. طبعا انا يعني كنت في هذاك الآونة شخص ملحد، يعني بعد ما واجهت رفض، يعني انسانيتي ما سمحت لي اني اكون شخص يعني ضمن الدين الاسلامي، فكنت شخص ملحد يعني وما بأمن بأي شيء. إلى أن يوم من الأيام أجا فترة هيك كنت بالشغل، طبعا أنا شغلي ميداني، فكنت بدي أشوف يعني كان بكل أسف كنت هيك حضر الموضوع وبدي أشوف الفيلم تبع الرب يسوع من إنجيل يوحنا. كان للأسف كان أنا باستهتار بدي يعني أشوف هذا الإشي، بحكم أنه أنا شخص يعني لا ديني كنت. فتوقفت وكنت يعني على قيد العمل، فجأة فتحت الفيلم وعم بتابع. يعني لما وصل يعني الفيلم بتذكر لمقولة يعني مع السامرية عند البير، لما قالها الرب يسوع: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش ثانية، فلن يعطش أبدا، بل يصير الماء الذي يعطيه إياه نبعا في داخله ويتدفق معطيا له الحياة الأبدية. أمين. طبعا هاي الحالة اللي أنا طبعا أنا انهرت من البكاء شديد، ما بعرف من إيش يعني، هذا اللي أثار دهشتي، بكاء هيك بشكل رهيب. طبعا كنت فقدت النظر، أنا حسيت هيك بس من البكاء طبعا، و حتى يعني أنا المنطقة اللي كنت واقف فيها كلها أجانب، ففي شخص بشافني ببكي في السيارة، أنا كنت محضر في السيارة يعني، فحتى أجى علي وشافني قال لي أوكي، يعني قلت له أوكي، وشاف أنه أنا بحضر الفيلم، يعني كان في دهشة بعيونه. بعدها أنا هيك يعني أخذت بريك شوي وغسلت وجهي وتواصلت مع أحد الأرقام اللي كانت معروضة على يعني على الفيلم، وكانت الأخت ميرا، بحب أوجه لها تحية منها من يعني من منبركم، وتواصلت معي وكانت كتير كتير متعاونة جدا. يعني أنا ما شفت شخص مخلص لهاي طريقة. عرفتني على شخص اسمه، وجه له تحية كمان، اسمه جوزيف لوغن، هو كان بيدرسني الكتاب المقدس، وكنا بنستخدم كمان البرنامج اللي عامله أو اللي مشارك فيه الأخ عمر الشهري، ربي باركه، كان يعني برنامج كتير رائع. ومن هنا يعني أنا بتذكر كمان لما، ما بعرف إيش اللي خلاني أقول هيك، يعني صرت أردد هاي الكلمة: باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح، بأضلني أرددها. وكان في شعور هيك يعني إنه أنت في إشي جديد، في إشي جديد جاي، يعني في إشي جديد، أنت بتداخل على إشي جديد. و انتبني يعني أنا كنت في شوية من الظروف المحيطة، كانت أنا بتذكر هذا التاريخ كان في 14 أكتوبر 2020، فكنت شخصية يعني شوية هيك في كره وفي حسد فيني جواي، حبيت كل الناس اللي حوالي، كنت في مرحلة من السلام مو طبيعية. وبدأت رحلتي مع أفضل وأجمل عائلة، عائلة الرب يسوع المسيح. إن كتب لي عائلة جديدة، كنت شخص منطوي يعني لحالي، ناس يعني بقابلهم لأول مرة بس بعرفهم كأنه من آلاف السنين. يعني كانت تجربة ما كانت إشي طبيعي، يعني ما كان شيء يقلبني رأسا على عقب، يقلب كل الموازين اللي أنا كنت يعني شيء ما كان. ومن هنا أنا يعني خلص بدأت المسيرة هاي، و بشكر الرب أنه أنا كنت محظوظ يعني بهاي الصدفة. مجداً للرب، مجداً للرب يا أخ جون، يعني ربنا يباركك. آمين آمين أبونا حبيبي. آمين. أنا بصلي أن الرب كمان يحميك والرب يستخدمك،
وشكرا كثير على مداخلتك وعلى مشاركتك اللي شجعتنا كثير. وبحب احكي لكل المشاهدين يمكنك مشاهدة فيلم يسوع بحسب بشارة يوحنا، فيلم أكثر من رائع. هو عم يعني ماشي الإنجيل آية بآية مع المناظر طبعا اللي بتساعد تشوفها، وفعلا فيلم رائع جدا. شكرا كتير أخوي جون.